بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. إدريس الصالح شنو؟ أمشي ولا ألاقيك؟ دي أغرب مواعيد بيناتنا. ده موعد مع الموت يا إدريس، الموت. قلبي يقول لي أشوفك لآخر لحظة ممكن أشوفك فيها، زي ما كنت بتصير توداني في المطارات، وإنت عارفني بكره الوداع. ما عارف، ما عارف يا إدريس، ما عارف. لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. لا
بشعرك اني كنت من الظالمين. هتمشي وهيب من المكان ده يا ادريس، ولا قدرت توقف الزمن؟ ما خلاص خلاص، كل لحظة من اللحظات المضممة البطيئة هتمشي بيك لآخر لحظة. خير تتيكل، خير تتيكل، للزمن ممكن يجيف ولا بيرجع لي ورا. فاضية بدل تجينا وتفوت وانت على ايدك دم. يا حليلك يا سندي ودراي، يا حليلك يا اخوي، يا حليلك يا ادريس. برا برا، حرمان عليك البيت ده، وحرمان عليك اخوك ادريس يقتل فاضل اخوي بعد لميناكم وكبرناكم. وانا ذنبي شنو يا عثمان؟ ذنبك إنه أخوك، والله لو ما يقولوا كتل مرة كان هسي على حقك المرحوم. عثمان عثمان، شوف يا سالم، نحن ما سألناك لكن كمان أنت غلطك علينا زاد. شوف يا حامي، السوق ده تاني ما عندكم فيه مكان. نحنا تمرقنا انت من السوق ده؟ والله لا، انت لا 60 زيك ما يمرقونا من هنا. السوق ده نحنا دخلناكم فيه وعملنا لكم راس وقعر، دخلتوا بيناتنا والدم ربطنا دفقتوه. كل ادريس اهو ذاته لقى جزاؤه. كمان دايرت اخد راس ادريس براس الفاضل؟ والله انتوا رسامكم كلها ما تجيب راس الفاضل. لا انتوا بعد كده الكلام بقى ما بينفع معاكم، ولا بجيب روسينكم، بتجيب راسكم العصايات دي. العصايه دي كويس. انا ما كنت كايد نفسي ميوت الدنيا كده. سعاد سعاد طول عمره ما قصرت مع عثمان، يعمل فيها كده كده ما ينفع ما ينفع. وين يا صالح؟ قعدتها مع مريم لغاية ما وديها البلد. خلينا في مشكلة، قلبك كان بيقول لك شنو يا ادريس؟ الغضب عماري لحظات لحظات بس، لما فتحت عيوني كانت عيون فاضل خلاص طلبت لحظات لحظات.
ليه مسيرت الجاهليه فاضي؟ انا ما فاضي. انت ما بتفهم؟ اسوي لك شنو يا اخي؟ قلت لك بكره. بكره يعني بكره. بكره؟ انت بتستهبل شو؟ بالبساطه دي؟ بالسهوله دي تقول لي بكره؟ ما قلت لك بكره. انت عايزني اشكل لك على حينة افخمها اغنيها لك؟ بكره البسيطه دي بنقول لسيد البيت اللي عايز الايجار مفخمه ومطوله بالزله، وبعدها بيسمع الحله كلها موشح، ونحن رسالنا مدنقل للواضة. بكرة البسيطة دي بنحفظها لأولادنا زي النشيد يمشوا بيها المدرسة، وبيونا راجعين وتر الشيطان على ظهورهم بيخافوا من بكرة عشان ما يمشوا يقولوا تاني بكرة، وخشمنا الصمت وصبر بقى ما بيعرف طعم الابتسامة إلا يا سيادة الدكاكين اللي بقوا اسيادنا بسبب الدين. انا الوحيد اللي بتقول له بكره، وبقول لك طيب وامشي انوم على بكره. بكره ما بيسد الفرق اللي بيسدها القروش يا فاضل. اديني قروشك بكره. حي يا ادريس، هربت تجيب قروش عشان تشيلنا، بقينا نفتش للقروش عشان نجيب بعد ما كان الهم القروش وحق المدارس، بقى زيادة علي الهم، بقى زيادة علي. شوفتك بقت هي الهم وإلا بالمواعي، بعد ما كانت شوفتك هي المواعي. ده كلام ده يا ناس، المرة تشوف راجلها بالمواعي. السينية اللي كانت مفتوحة ربطتها في عمود، السينية اللي كانت بتخش في الحوش ويشق الحوش بقد عمود ويخش بالتفتيش. ما قلنا ما في داعي، اهو طلعوه من المستشفى وبقى كويس. بعدين في الظروف دي ما اظن وجودك في المستشفى مناسب. سمح يا حاج، يعني لو سمحت لي داير ازور ادريس اخوي في السجن. ما في مانع، لكن انا برضو شايف افضل تمشي تقضي لك كم يوم كده مع اهلك لغاية ما الأمور تهدى. زيارة لزيارة تفريق، الله يجازيك، كان سبب خلانا مباري في المستشفيات. يا سالم احنا اخوان وما في داعي للكلام ده يا اخي. انا ما وجهت لك الكلام يا حامي. نحن اهل يا اخي، وبيناتنا نسابه، والفاضل زي اخونا واحد. بعدين نحن لما نمشي على ادريس ونجي راجعين حنمشي على الفاضل نشوفه ونطمئن عليه. وبعدين انتوا لو مشيتوا لادريس ما فيها حاجه. تشوف له شنو؟ والله انا ذاته لو وقف قدامي والله اقول لك انتوا ذاتكم ما تجوا المستشفى. يلا صالح.
تتجاوز من حط الخطر. من امبارح انا ماشي وجاي لا من فترتها ما عرفت كان حاصل شنو. الحمد لله جات على كده، ضرر اخف من ضرر. انت اللي وداك تعمل كده شو؟ لحظة غضب واحد يا صالح ويفض قصاد عمري كله، عمري القضيط سنوات وساعات ودقايق وثواني حيروح في لحظة غضب. في لحظة غضب يا صالح كان حيروح في لحظة غضب. انت اللي خلاك تشيل سكين معاك شنو؟ قلت اهدده بس يمكن يخاف ويديني قلوشي. كنت بس تقيف في اللحظة ديك وخلاص. انت ليه مصدق يا فاضل؟ انا ما فاضي يا ادريس. ما فاضي؟ يا اخي انا لي 3 ساعات قاعد برا يا اخي. حفظت الصوره اللي برا دي صوره. حفظت السكرتيره بابتسامات الصفرا دي. سمعت التليفونات الممدوجه دي كلها. انتظرت لغايه ما موظفينا كلهم مروا حتى السكرتيره. وانت ما تعرف لحظه ترفع فيها راسك عشان تشوفني حتى؟ خليك من تسمع كلامي. نعم يا ادريس. جيت ابارك لك العياد يا سيدي، العياد الفاتت كلها. ونتكلم عن كورة امبارح ونحللها واحكي لك عن عوضية زغت بقروش الصندوق. ادريس انا ما فاضي لي خطرة فاتت دي. أنا زمني محسوب لحظة بلحظة. طالما لقيت لك فرصة وخشيت علي خش في موضوع الطوالي لأنه أنا ماشي. ها أنت بتستهبل شو؟ أنت عارف أنا عاوز شو؟ نسيت، لو سمحت تذكرني. أذكرك؟ بغيك شنو في السكين دي؟ عقل يا إدريس. عقل؟ ده العقل ذاته يا فاضل. أسمع يا فاضل، أنا بديك بكرة لآخر مرة، إذا ما ادتني قروشي السكينة دي حتتكلم. يا إدريس، إدريس يا أخوي، شيلت السكين دي فيها إبليس، في لحظة ممكن الشيطان يغشك. أعمل حسابك يا أخوي. ده ما ممكن تفهمه أو إلا بالطريقة دي. بعدين الضغط الذات إذا كان عنده حق عندي بيخليه لي، إشمعنى أنا أخلي له حقي؟ لكن يا إدريس ما في زول رفع عليك السكين في حقه، عشان ترفع سكين في وجه زول. بعض مرات نظرة ممكن تشكك أكتر من السكين. الزول كعب يا فاطمة، الزول كعب. لكن ما وصلت للتهديد يا سعاد. إدريس أخوك زودها شوية. زي ما إدريس أخوي غلطان الفاضل برضو غلطان. بعدين الفاضل ما يدي إدريس قروشه
وعارف ظروف إدريس. والفاضل قال لي إدريس أنا ما بديك قروشك ولا ناكرة، ما قال لي والزم الصبر، هي الدنيا طارت. سعاد اتكلم مع أخوك وأنا برضو بتكلم مع فاضل، خلونا نلم الموضوع بالتي هي أحسن. شفت الحصل؟ يا سالم يا سالم يا أخي، ده موضوع بسيط. بسيط؟ ارفع السكين في وش الفاضل وتقول لي بسيط؟ والله ده بقى شغل القلع عديل. يا سالم سالم يا أخي، لو روقت نفسك الموضوع ده بيتحل طالما بين الناس عامرة يعني. بعدين يا أخي نحنا بدل نحاول نوليها مفروض نطفيها. هسا على الفاضل لو رفع السكين في وش إدريس أنت بترضى؟ يعني أنا في رفعت إدريس السكين في وش الفاضل كنت رضيان؟ أنا بيتكلم عنك أنت يا سالم، غضبك ده ما بحيل أي حاجة. الكلام ده ما بيستاهل يا إدريس. لكن بيجبوه وغير بالطريقة دي ما بيفهم. لا لا، الراجل برضه نسيبك، وبدل ما المشكلة الأساسية إنك عاوز منه قروش والناس اتضامنت معاك ووقفت معاك، بقت المشكلة في إنك هددته. إدريس ما تخلي غضبك يحميك. المشاكل يا أخوي يا إدريس خلقوا عشان نحلها، مش عشان نقلق ونتوتر منها. أنت لو خطيت الرحمن في قلبك والله هتلقى المسألة دي أسهل من سهلة، بس الغضب كبر عليك في راسك. معهم بعد شوية. أنا لا داير شايكم ولا داير قهوتكم، أنا داير أقابل فاضل. الأستاذ مشغول، أصبر شوية. شوية كنت شنو يعني؟ ساعة، ربع ساعة، نص ساعة، لحظة. يبدو إنه شوية دي ما حتخلص. أنا الأستاذ المنتظر ده داير منه قروش. أنا من قبيل منتظر وصابر، ناس يمرقوا وناس يدخلوا، وساعتكم اللي بدوك في راسي دي كله راس ساعة زي البيت كاويني دي، قبال ما كثير عليكم، يا تدخليني يا أخوش براي. سامح بدخلك بعد شوية. تاني شوية تاني شوية، أنا هتخرج منكم الحرام المعتاد جوا ده. سامعني يا فاضل يا حرامي؟ كم مدى تقابلني أسمع صوتي ده؟ يا حرامي يا محتال. شتمت الفاضل يا إدريس، الراجل نسيبك. تفشيت شوية بدل الكلام يفور. الليل كله راسي يغلي، راسي يغلي يا فاطمة، راسي يودي ويجيب، أجيبها بيجي هاي تفرق بيجي هاي، وأصحى وكل عشب وطول السكة وأنا أشطف في الديون، سيد الدكان حق الإيجار، سيد الخدار، سيد اللبن، لغاية ما أصل وأرجى فاضل. والساعة تدق، كل ما تدق الساعة أشطب حاجة من الحاجات، لغاية ما ينتهي اليوم. وأتمنى أتمنى لو فاضل يدينا حق المواصلات عشان أرجع لأولادي، عشان أرجع البيت. زهقت زهقت يا فاطمة. كر علي كر علي يا إدريس، كل ولا نفسك المحدود ده بتفرج بتفرج يا أخوي. اشرب الشاي يا حاج. لا لا، الشاي بشربه مع ناس العقد، يا دوب بصل. يعني شاي ناس العقد اسمح من الشاي اللي بيسويه سعاد؟ لا العفو يا سعاد. لا والله يا حاج، انا بهزر ساكت، عارفاك زول واجب. لا لا لا، بعد قلت كلامك ده انا ما ماشي غير ما اشرب الشاي ده وعد الراسي. امسك يا حاج. يا
ذكرته. أنا بعد العقد هاغش فاضل أخوي. شكلهم كده هو إدريس مش شكلين شوية. هو يا حاج إدريس وفاضل ديل موضوع عنده ما دارين يحلو؟ باقي لك ده موضوع بيتحلى؟ يا سالم، سالم يا حساب شنو؟ نحن البين أكبر من أي قروش يا أخي. لا 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 لا، قالوا أكلوا إخوان وتحاسبوا تجار. نتحاسب عشان ما يحصل اللي حصل بين الفاضل وإدريس. عارف إنه قالوا الشاكلوا تاني؟ تاني؟ الناس دي الكبار على الكلام ده. تعرف يا سالم، أنا قلبي بيقول لي نجيب الجماعة دي هنا في السوق ونشوف البينات دي كم ونحاول نسددها. خليك منهم، ديل بيعرفوا لبعض كويس، كثير مرات يشاكلوا ويرجعوا يصالحوا. عليك الله يا صالح، عليك الله. اللي بضحكك شنو؟ الراجل نسيبك يا أخي. والله والله الفاضل ده النسيب الأحسن نسيبه يا أخي. ده يا أخي ده غلبني في القروش جنس غلبة غلبة شديدة خلاص. نحن ذاته لو ما الزمن جرانا ورا، عليك الله أن زي الفاضل ده بقي في قروش. والله في حاجات أنا بتذكرها لما الواحد كان فوق، لما أقول ده ما أنا سيبك. ما في طريقة قبل الأستاذ؟ هي لحظة بس، أنا ما حاخد من وقته كتير. آسف الأستاذ مشغول. كده أنت خشي قولي له إدريس برا، شوفي رأيه شنو. ما في طريقة. طيب خلاص، قول له إدريس ده جه هنا وحيجي بكرة، هو عارف موضوعي شنو. إذنك. اللالية شكلة البانة، وباللالية البانة ريانة. أنا يا بلالي 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 بلالي. يلا 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 بضيع. أنا يا بلالي 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 بلالي. أنا يا بلالي 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 بلالي. لاحظك الجراح أزايا فيه وفيه الطرب. الليلة ما طالع يا حاج؟ لا لا، ما في شي بيمرقني. الليلة عندي مزاج أقعد في الحوش ده وأشرب لي قهوة مظبطة من يديك. حاضر. سعاد، إدريس أخوك طول ما جانا. المشغوليات، انت عارف ادريس طول اليوم جاري. والله اخوك راجل طيب، والعاجبني فيه صبور وغنوع، وده اللي خلى فاضل يشاركه. ربنا يفتحها عليهم. امشي اسوي لك القهوه. بيك محاي وضاح، وبيك جبين بماء الجمال نطاح منايا سهرة الأرواح. الليلة حتدخل الكورة؟ كورة؟ كورة شنو مع الرجفة دي؟ محضرة قبلي في التلفزيون. خايف من الغلو؟ غلو؟ تغلبونا انتوا بيتمكن التعبان ده. طيب وكتبنا تعبان، الرجفة فوق كم؟ تعرف يا سالي الرجفة دي أصيلة في قاعدة. أقول لك حاجة؟ أنا عازمك ومرح. لا لا على كلام، على كلام، خليني قبلي بحضرها قبلي. طيب احنا لو غلبناكم شوف لك مكان غير السوق ده. مع السلامة. طيب مع السلامة. وكنا صحاب إذا ضحكت قلوبنا صفت، وإن مات الفرح تحزن. كنا صحاب إذا ضحكت قلوبنا صفت، وإن مات الفرح تحزن.
ويكون الليل رفيق عتمة ونتعشى الصباح شوقين نترجى الصباح شوقين. ادوني دقيقة يا اخوانا ادوني ثانية ادوني لحظة بس اعتذر لأولاد فاضل اقول لهم انا غلطت في لحظة غضب ادوني لحظة يا اخوانا اشوف اولاد عشان يتذكروني ادوني دقيقة يا اخوانا أدوني دقيقة يا أخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مازن يا إدريس يا أخوي لحظة ممكن الزول يشوفك. صح كنت داري أشوفك لآخر لحظة ممكنة، لكن أخير لي تكون اللحظة الأخيرة زي ما في خيال العيون فاتحة على بكرة. بكرة كل أمل. لحظة هي الحياة، لحظة ممكن تبكى لهبة، لها بتحرق اللحظات الوراء وتخليها تجرك عشان اللحظة اللي بعدها تبقى نفس. ما تفتح عيونك يا اخي، فتح عيونك يا اخي عشان تسمعك من الزول ودفعونا دي يا اخي. وقف في قصص غلاب واقف كده زي اللوح، والله حقه اسر واحد ينزل. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. كيف زول ما بتصالح مع روح طفية نوره في بيته، محنة مرته، الزمن المعبد تحت أقدام أمه ما بتعبد فيه؟ كيف له ما يصالح مع ضحكات أخوان وصوت جيران؟ كيف بتصالح مع آخر وبساني ماشي وين مسجون في الفكرة في بكرة والجاي والفات الهجرة حق المواصلات؟ ماشي وين الضوء جواك بحسه بملاك، بتحس بالأمان والسلام.
مجنون عشان اجمل مكان في الكون. تعالوا نسوي رجالة فرح مجنون نفرح حزننا الموجود نتدفق جداول طيبنا نخلى براس تبلية جلسة جبنة عصرية مزارعية وطن حدادي مدادي يرسم لوحة لون الضوء